أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات. وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة بريس تي في على النايل سات 2022، وهي إحدى القنوات الإيرانية المجانية الناطقة باللغة الإنجليزية، ويشاهدها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم المهتمين بمعرفة أحدث الأخبار الإيرانية المحلية وأهم الأخبار العالمية. بريس تي في هي قناة إيرانية عالمية ناطقة باللغة الإنجليزية، يقع مقرها في طهران عاصمة إيران. أطلقها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجات في يوليو 2007، وهي تهتم في المقام الأول بأخبار إيران والقضايا المتعلقة بها وما يشغل الرأي الإيراني، وتهتم بالقضايا الإيرانية والعربية والدولية، وتطرح من خلال برامجها وجهات النظر المختلفة دون تحيز لأي منها. وتعرض قناة بريس تي في عدد من البرامج التلفزيونية المتميزة على شاشتها. تردد قناة بريس تي في 2022 يوجد تردد واحد على قمر صناعي نايلسات، ولا يوجد ترددات أخرى على أقمار صناعية أخرى. إذا تردد قناة بريس تي في 2022 على القمر صناعي نايلسات، القمر الصناعي نايلسات، التردد 11334، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5:6، الجودة HD. إذا القمر الصناعي نايلسات، التردد 11334، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5:6، الجودة HD. إذا نكرر وأخيرا، تردد قناة بريس تي في 2022 على القمر الصناعي نايلسات، القمر الصناعي نايلسات، التردد 11334، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5:6، الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات بريس تي في، وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة بريس تي في 2022 على القمر الصناعي نايلسات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.